مساء الخير مشاهدينا، نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط. البداية بالعناوين البارزة. الهلال الأحمر الفلسطيني يتوصل بالمساعدات الإنسانية التي أمر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس بإرسالها لفائدة ساكنة قطاع غزة. عملية إنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تؤكد الالتزام الفعلي لجلالة الملك وعناية جلالته الموصولة بالقضية الفلسطينية. الفلسطينيون يثمنون المبادرات النبيلة لجلالة الملك ودورها في التخفيف من معاناة ساكنة غزة في ظل الوضع المأساوي بالقطاع. فعالية فلسطينية تعرب عن امتنانها لجلالة الملك على إطلاق العملية الإنسانية للمساعدات الطبية. الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب يقرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في 2.75%، خطوة تندرج في إطار تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم على المستويين الوطني والدولي. الحكومة تعلن الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة وتتخذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، تدابير تندرج في إطار تجاوز الوضعية الحالية التي تشهدها كليات الطب والصيدلة. أهلا بكم من جديد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بمناسبة احتفال بلاده بذكرى تولي مقاليد الحكم. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله برقية تهنئة لفخمة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. توصل الهلال الأحمر الفلسطيني بالمساعدات الإنسانية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس بإطلاقها لفائدة السكان الفلسطينيين بغزة. هذه المساعدات تتكون من 40 طنا من المواد الطبية، تشمل على الخصوص معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية. وقد تفضل جلالة الملك نصره الله بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من مال جلالته الخاص. عملية إنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي مفاتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية. عناية ملكية سامية يحيط بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس القضية الفلسطينية من خلال مبادرات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين. جلالة الملك أعطى أمس تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. من الأراضي الفلسطينية موفد القناة الأولى صبحي أبو زيد يطلعنا عن تفاصيل عملية توصل الهلال الأحمر الفلسطيني بالمساعدات الطبية المغربية التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله. لأول مرة منذ أن أعاد الجيش الإسرائيلي احتلاله لمعبر رفح البري ومحور فيلادلفيا دخلت المساعدات الطبية المقدمة من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، والتي يصل وزنها إلى 40 طن من المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالبالغين والأطفال وكبار السن، تسلمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل فرزها وتوزيعها على باقي المستشفيات. يعني المملكة المغربية يعني ممثلة بالملك محمد والشعب المغربي دأبوا طيل فترة الحرب على مساعدة الشعب الفلسطيني، ونحن ننظر إلى هذه المساعدة الطبية أنها جاءت في وقت نحن في أمس الحاجة للمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا أن يعني هنالك نقص شديد في هذه المستلزمات، خصوصا بعد إغلاق المعبر معبر رفح لفترة طويلة لم يدخل شيء، فأصبحت مخازن المستشفيات بشكل عام في قطاع غزة فارغة. ونحن نعتبر أن هذه خطوة يعني في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة تتماشى مع الروح الطيبة التي تبديها المملكة المغربية والشعب المغربي اتجاه أهل غزة واتجاه شعبنا الفلسطيني بشكل عام.
هذه اللفتة الإنسانية التي تكفل بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بجزء كبير على نفقته الخاصة لتصل إلى سكان غزة التي انهارت بها كافة المنظومة الصحية، وأخرجت إسرائيل بعدوانها ما يزيد عن 30 مستشفى عن الخدمة لتشكل نقلة نوعية في دعم الوضع الإنساني المتدهور في غزة. لتأتي هذه المساعدات لتدعم القطاع الصحي المتهالك وتسد العجز الكبير في الأدوية والمعدات الصحية الخاصة وكل ما يحتاجه المواطنين الغزيين لتعزيز الصمود والثبات على الأرض. المعبر مغلق منذ أكثر من شهر ونصف الآن، وهذه أول شحنة كأدوية ومستلزمات طبية تصل إلى قطاع غزة ويتم استلامها من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. والجميع يعلم أن القطاع الصحي هو في انهيار في قطاع غزة، خروج معظم المستشفيات الحكومية والخاصة عن الخدمة، ذلك مما يزيد الضغط على ممثلي مقدمي خدمة الصحة ومنها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. فنحن طبعا بهذه الشحنة التي وصلت اليوم والتي مقدارها تقريبا 40 طن من المستلزمات الطبية والأدوية، نشكر الشعب المغربي ملكا وحكومة وشعبا على هذه الجهود وعلى هذا التضامن الذي ليس هو بجديد على شعب المغرب أو على حكومة المغرب. وصول هذه المساعدات الطبية المغربية لاقت ترحيبا واسعا من كافة المواطنين والمرضى الفلسطينيين، وأشادوا بالدور المغربي الفعال في دعم القضية الفلسطينية الدائم على كافة المستويات. في الحقيقة نتقدم بالشكر الجزيل إلى ملك المغرب محمد السادس على كافة الجهود التي استطاع من خلالها أن يوصل المساعدات، التي هي في الحقيقة ليست هي فقط أدوية، في الحقيقة أن المملكة المغربية قامت بدعم الشعب الفلسطيني بسلسلة مساعدات سواء على المستوى الغذائي أو على المستوى الدوائي أو على كافة مستويات الحياة. حقيقة باسم الشعب الفلسطيني كافة نتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة الملك محمد السادس وإلى عموم الشعب المغربي، وليس غريبا عليهم، هم أشقائنا، هم أحبائنا، هم سندنا في هذه الحياة. نتقدم بالشكر الجزيل لهم وبكافة أطياف اللي هي المملكة، مكونات المملكة المغربية. المملكة المغربية حاضرة بالأفعال وليست بالأقوال على أرض الواقع بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس في دعم القضية الفلسطينية بكافة الأزمات، كانت سياسية أو إنسانية عبر التاريخ. للقناة الأولى، صبح أبو زيد، فلسطين. ولمناقشة أبعاد ودلالات التضامن المغربي الفلسطيني الموصول بقيادة جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس، يحضر معنا ضيفا في بلاطو الأخبار الرئيسية هذا المساء الدكتور عبد الرحيم النرسليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك، شكرا على الدعوة. مرحبا. وينضم إلينا مباشرة من القدس أيضا السيد عزيز العصا محلل سياسي فلسطيني، أهلا بك سيدي. أسعد الله مساءك. مرحبا. وأبدأ معك أستاذ سليمي، يعني المغرب وفلسطين علاقات تاريخية قوية ومتجدرة، وجلالة الملك نصره الله يجعل من التضامن سمة أساسية في هذه الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين. الشعب الفلسطيني في هذه الأيام يمر بظروف عصيبة نعلمها جميعا جراء التصعيد الأخير، أين تكمن أهمية هذه المساعدات المغربية خاصة الطبية منها في ظل هكذا ظروف؟ أولا الذي يتابع مسار العلاقات المغربية الفلسطينية سيجد بأن هناك تاريخ كبير، وفي اللحظات الصعبة يتدخل المغرب. هذه المبادرة التي قام بها جلالة الملك جاءت في وقت أغلقت فيه المعابر وتوقفت كل الإمدادات، لحظة صعبة يحضر فيها المغرب ويقوم بعملية اختراق دبلوماسي إنساني. هذه المسألة لا يمكن أن تقوم بها دولة أخرى غير المغرب. لماذا؟ لأنه أولا المغرب لديه ثقة لدى الأطراف، بمعنى أنه قادر على التواصل مع كل الأطراف المتصارعة، وهذا أساسي جدا. ثانيا أن المغرب يفهم الحاجيات جيدا، فهو لما يأمر جلالة الملك بتقديم هذه المساعدات الطبية بكل أنواعها، فهو يعرف أن المستشفيات
أغلقت وتوقفت، والفلسطينيون في حاجة إلى هذا الدعم وهذه المساعدات. هذا جانب أساسي. أيضا الجانب الثالث وهو مسألة مرتبطة بالقدرة كما قلت على فتح هذا المعبر والوصول مباشرة إلى سكان قطاع غزة، وهذه المسألة أيضا لها دلالة في القانون الدولي. معنى هذا أن المغرب هو يحافظ على الدولة الفلسطينية، والمغرب دائما في توابته يقول بحل الدولتين. أكثر من ذلك أنها دبلوماسية الفعل في الميدان. نعرف بأن الكثير يتحدث عن شعارات، ولكن الوقت هو يحتاج إلى تدخل في الميدان، أفعال يقوم بها المغرب. وقد لاحظنا اليوم مثلا كل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن هذا الاختراق المغربي مرة أخرى، ونعرف جيدا بأنه منذ بداية الصراع منذ أكتوبر كان هناك حضور للمغرب، كانت هناك في مارس الماضي مساعدات غذائية، واليوم مساعدات من نوع آخر. هذه أشياء في هذا الوقت الذي فيها نوع الجانب الإنساني، الجانب السيكولوجي. لماذا؟ لأن الفلسطينيون يشعرون بأن المغرب معهم. ثم ننتبه هناك مساعدات هي لكل الأطراف في غزة، في الضفة، وأيضا للقدس. ثم أن جلالة الملك يقوم بدوره الأساسي رئيس لجنة القدس، ونعرف جيدا الدور الذي تقوم به هذه اللجنة في حماية القدس، بمعنى جانب نعرفه جيدا وكيف يدعم ساكنة القدس وكل الفلسطينيين. إذن هذا تحول كبير، ثم أنه منسجم مع منهجية المغرب يعرفها العالم كله في العمل الإنساني الدبلوماسي. وهذه قوة. لماذا؟ لأن الكثير ينظر مثلا إلى صراعات ولكن لا ينظر إلى الأعمال التي تقام عن طريق الدبلوماسية، وهي قوة المغرب. يشتغل بسكوت، بحكمة، يصل في الوقت الملائم، يقدم المساعدات المطلوبة، ويترك أثر كبير لدى الساكنة التي هي تعاني اليوم. قلت بأن كل الإمدادات توقفت وكل المعابر أغلقت، يأتي المغرب ويفتح هذا المعبر مرة أخرى ويقدم مساعدات في الميدان. هذا حدث كبير جدا. مساعدة طبية دكتور، خصوصيتها في هذه المرحلة؟ لأنه نعرف الذي يتابع، هناك المستشفيات، الكثير من المستشفيات أغلقت، الطاقم الطبي توقف، ونعرف بأنه الآن هناك الكثير من الجرحى والمعطوبين، أطفال وبالغين وغيرهم. إذا لما تأتي هذه المساعدة بهذا الشكل فهي تسد حاجة، وقلت حاجة بمعنى أن المغرب لديه في الميدان من يتابع، من يعرف طبيعة الحاجيات، ثم أنه مقبول من هذه الأطراف. لماذا؟ لأنه مقبول من الأطراف المتصارعة، تقدره جيدا، تحترم جلالة الملك، تحترم المغرب. إذن هو يقدم صورة، وهذه الصورة نقرأها من تقاليد المغرب، من الجانب عقيدة المغرب، أتحدث عن الجانب الروحاني، من الامتدادات التاريخية في العلاقة مع الفلسطينيين، ثم من زاوية القانون الدولي. القانون الدولي يقول بأنه في لحظة الخطر يجب أن تقدم هناك مساعدات. كل هذه العناصر هي مجتمعة في هذه المبادرة. سأعود إليك دكتور سليمي، تفضل بالبقاء معنا، وسأتوجه صوب ضيفنا من القدس الشريف الأستاذ عزيز العصا. أستاذ، يعني إلى أي حد يشكل المغرب بقيادة جلالة الملك نصره الله بالملموس الداعم والسند الحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني، وإلى أي حد نحن أمام نهج راسخ في علاقة المغرب بفلسطين بفضل جلالة الملك حفظه الله ونصره؟ يعني ما قام به جلالته هو ليس غريبا ولا مفاجئا، بالعكس، يعني استمرار للحالة المغربية التي يقودها جلالته منذ بداية الحرب على الشعب الفلسطيني في شهر أكتوبر من العام 2023. أما ما جرى في هذين اليومين فهو يشكل حالة اختراق حقيقية كما تفضل ضيفك الكريم، لأننا نعلم جميعا بأن الاحتلال عندما شن حربه العدوانية على قطاع غزة استهدف القطاع الصحي بشكل شامل وكامل، لدرجة أنه أخرج الغالبية العظمى للمستشفيات، ويمكن القول جميعها، عن الخدمة وتقديم الخدمة للجرحى وللمرضى للحوامل وللأطفال وللشيوخ ولكبار السن وللأمراض المزمنة. وبالتالي الآن كمية المساعدات هذه الضخمة نسبيا التي دخلت في هذين اليومين هي تشكل رافعة
يعني حقيقية سوف يستثمرها الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل التخفيف من آلام المرضى والمصابين. ونحن نعلم جميعا بأن هناك ما يزيد عن 85-86 ألف مصاب فلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب طبعا ما يزيد عن 37 ألف شهيد، وبالتالي جميع طبعا بالإضافة إلى طبعا ما يسقط يوميا من الشهداء ومن إصابات وإلى آخره. وبالتالي هي جاءت في اللحظة المناسبة، جاءت في الوقت المناسب، وهي تعد، أنا يعني حقيقة اسمحي لي وقت الفاضلة أن أذكر أهلنا أحبتنا في المغرب عبر فضائيتكم الكريمة بأن العلاقة الفلسطينية المغربية هي عمرها ينوف عن 800 عام بشكل متواصل، وبالتالي ما يجري هذا اليوم هو تتويج ما قام به جلالة الملك، هو تتويج لهذه السلالة المغاربية الطيبة التي قاتلت إلى جانب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ونور الدين زنكي أيضا من قبله، وكان له للمغاربة الدور الرئيس والمهم جدا في تحرير بيت المقدس في عام 1187. وبالتالي نحن نتحدث عن امتداد مئات الأعوام ولا نتحدث عن حدث عابر ومرور سريع، وهذا ما يؤكد على أن هذه العلاقة التي عمقها هذه المئات السنوات تعني أن العلاقة أصيلة وأصلية ولا يمكن أن تضعف في يوم من الأيام، ولا يمكن أن تكون إلا كما نراها الآن بهذا الشغف المغربي الجميل الذي لا يمكن نحن أيضا أن ننسى المليونيات المغربية التي خرجت، المظاهرات التي خرجت في المدن المغربية دفاعا عن فلسطين وعن قطاع غزة وعن ضحايا العدوان الإسرائيلي على أستاذ عصا فلسطين. أستاذ عصا أرجو أرجو أن تبقى معنا، واسمح لي أن أنتقل إلى خان يونس حيث انضم إلينا اللحظة من هناك الزميل صبحي أبو زيد. صبحي مساء الخير. إذن المساعدات التي أمر بها جلالة الملك نصره الله لفائدة سكان غزة تتكون من 40 طنة من المواد والمعدات الطبية الموجهة للكبار وللصغار أيضا، ماذا تمثل هذه المساعدات بالنسبة للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة في ظل هذه الظروف الخاصة والصعبة؟ نعم زميلتي مريم، لقد وصلت المساعدات المغربية المقدمة بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس نصره الله إلى قطاع غزة، وقام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستلامها بشكل مباشر عند خروجها من معبر كرم أبو سالم، وكانت عدسة القناة الأولى مرافقة لهذه العملية منذ بدء استلامها من جمعية الهلال الأحمر وفرزها لنقلها إلى جمعية الهلال الأحمر لإعادة توزيعها عبر لكافة احتياجات المستشفيات في القطاع. هذه المساعدات جاءت عبر معبر كرم أبو سالم كالمساعدات التي جاءت في شهر رمضان المبارك الماضي والتي أفلجت صدور الفلسطينيين وساعدت الفلسطينيين في تخطي وتعدي الظروف الاستثنائية التي يمرون بها في هذه الأوقات العصيبة. وهذه المساعدات مريم تعتبر إضافة نوعية للشعب الفلسطيني في ظل النقص الحاد من الأدوية والمعدات والأدوية الخاصة في المرضى والبالغين وكبار السن والأطفال. الشعب الفلسطيني يمر بأزمة إنسانية، وتعليمات جلالة الملك بتخصيص الدعم في اتجاه القطاع الصحي والطبي يجسد رغبة جلالة الملك نصره الله في التجاوب مع احتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. إلى أي حد يشكل المغرب بقيادة جلالة الملك داعما حقيقيا للشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف صبحي؟ دخول هذه المساعدات مريم يشكل
دعم أساسي وكبير لصمود الشعب الفلسطيني على الأرض في ظل انعدام كافة الأفق الإنسانية والصحية وكافة انعدام كافة يعني ما يتعلق في كل ما يختص الإنسان. فجاءت هذه المساعدات لتساعد الطبيب الفلسطيني وتساعد المستشفيات الفلسطينية لإجراء العمليات لمداواة الجروح الناتجة عن الحروق الناتجة عن الانفجارات، العكازات الخاصة لمبتوري الأقدام، أدوات مسكنة، يعني جملة هذه المساعدات التي جاءت 40 طن من هذه الأدوية والمستلزمات الصحية ستساعد الكثير الفلسطينيين من الصمود والثبات على الأرض لوجود هذه المساعدات الإنسانية. هذه ليست بغريب على المملكة المغربية، هذه وليست المرة الأولى، فدائما المملكة المغربية بقيادتها الحكيمة تقف بجانب الشعب الفلسطيني في كافة المحن، وذلك ليست اليوم بل عبر التاريخ. وهذه المساعدات جاءت عبر معبر كرم أبو سالم، سيطرة إسرائيلية كاملة بحكمة وقيادة المملكة المغربية ووزنها الكبير على المستوى الدولي، استطاعت دخول هذه المساعدات في ظل منع إسرائيل دخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة سواء كانت إنسانية أو طبية. أشكرك جزيلا زميل صبحي أبو زيد، كنت معنا مباشرة من خان يونس. المساعدات الطبية التي أمر جلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس لجنة القدس بتوجيهها إلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة عملية إنسانية نبيلة تندرج في إطار تقليد عريق للتضامن الفعال مع الفلسطينيين واستمرار لعمليات إنسانية ملموسة على أرض الواقع للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. نادية المدن وحياة فخري. جسر جوي إنساني جديد أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة، مبادرة تؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالته للقضية الفلسطينية. 40 طنا من المواد الطبية تشمل على الخصوص معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور وأدوية أساسية موجهة للبالغين وللأطفال صغار السن. جلالته حفظه الله تفضل بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من مال جلالته الخاص. هي مبادرة إنسانية كريمة تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ وتعكس ريادة حكيمة ومتبصرة موجهة نحو السلام والدعم الملموس للفلسطينيين. ملك المغرب وفي لمبدئه الذي أرسلناه بأن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية مغربية، وارتباطه بالقضية الفلسطينية عاطفيا وسياسيا ويجسدها في هذه المبادرات، هذه واحدة من مبادرات سبقتها كذا إنسانية وعملية، ويعني في هذه الظرفية بالذات حيث هذه الحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مستمرة لها معنى ومغزى سياسي عميق وكبير، وتجسد تكرس ارتباطنا كمغرب ملكا وشعبا بالقضية الفلسطينية. استجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين ومهما كانت الظروف، المغرب يقف إلى جانب الفلسطينيين. تضامن هو نهج راسخ في العلاقات المغربية الفلسطينية ويتحقق بمبادرات ملموسة على أرض الواقع. ليست هي المرة الأولى التي يوجه فيها صاحب الجلالة بإرسال مساعدات عاجلة، فنحن نتذكر أن صاحب الجلالة أمر في إطار رئاسته للجنة القدس إلى إرسال مساعدات إنسانية في شهر نوفمبر من السنة الماضية، وأيضا قبيل حلول شهر رمضان بإرسال 80 طن من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوات والأدوية لكي تمر إلى شمال غزة عبر الهلال الأحمر الفلسطيني في بادرة كانت الأولى من نوعها والوحيدة التي مكنت من الإدخال المباشر والبري لمساعدات إنسانية إلى شعب منكوب
في أمس الحاجة إلى كل مقومات الحياة وإلى كل مقومات العيش الكريم. عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية بتعليمات ملكية سامية في رمضان الأخير، تسلك هذه المساعدات الطبية نفس المسار في مهمة عميقة للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تثبت التزامها وانخراطها في حماية ودعم الفلسطينيين على أرض الميدان. وأعود مجددا لمواصلة الحوار مع ضيفينا الكريمين، وأتوجه صوب مدينة القدس الشريف. أستاذ عزيز العصا، يعني جسر إنساني موصول بين المملكة المغربية وفلسطين بتعليمات ملكية سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، مساعدات غذائية في رمضان الأخير ومساعدات صحية إنسانية اليوم، ماذا تمثل استمرارية هذه الروابط وهذه الأواصر من التضامن بين المغرب وفلسطين بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين؟ يعني يا حقيقة تعبر عن العمق العاطفي والوجداني وحالة الحب المتبادل والعميق بين الشعبين، الشعب الفلسطيني والشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وبالتالي أنا أرى فيها هي هذه تتويج لهذه العلاقة، وهي العلاقة التاريخية التي أيضا يوجد. نعم، ربما انقطع الاتصال مع ضيفنا من القدس الشريف. أنتقل إلى الدكتور منار سليمي الذي يحضر معنا ضيفا في استوديو. دكتور سليمي، يعني نجاعة وفعالية المبادرات المغربية الإنسانية لفائدة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني الشقيق تنهل من دبلوماسية ملكية قوية واستراتيجية، وأيضا علاقات المغرب القوية كما ذكرنا قبل قليل في محيطه الإقليمي والدولي. كيف استطعت بلادنا تعبئة قنواتها الدبلوماسية وعلاقتها المتينة والقوية والدولية لإنجاح وتأمين ووصول هذه المساعدات برا وفي هذه المرحلة الحرجة اختراق الحصار وإيصالها إلى الفلسطينيين؟ دعيني أولا أقدم ملاحظة، ونحن نتابع ما يجري منذ شهور. نعم، مساعدات من المغرب جزء منها من المال الخاص لجلالة الملك، يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة. هذا يعبر عن الروابط الموجودة بين جلالة الملك والفلسطينيين، روابط إنسانية، روابط روحية، وروابط أيضا مؤسساتية، باعتبار أن جلالة الملك هو رئيس لجنة القدس. لا يمكن لأي دولة أن تقدم على هذا النوع من المساعدات إذا لم تكن لها قوة دبلوماسية أولا، لأن هذا جانب قوي ويعرفون في العالم كله المغرب قوته والدبلوماسية في هذا المجال. المسألة الثانية، إذا لم تكن هناك ثقة من الأطراف المتصارعة، وهنا سنلاحظ بأن دول كبيرة في العالم لم تستطع أن تقنع الأطراف معا بأن تقدم هذا النوع من المساعدات. ثم مسألة أخرى، وهي أن يكون لديك دبلوماسية تشتغل في الميدان. ما نلاحظ هو أن الكثير من الدول هي تنتج خطابات، ولكن على مستوى الفعل لماذا؟ لأنه في الفعل يكون صعب إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة على المستوى الدبلوماسي وتكون منهجية في العمل في تقديم المساعدات الإنسانية. المغرب له تاريخ مع الفلسطينيين، المغرب احتضن جميع القمم الكبرى احتضرها المغرب، القرارات الكبرى المرتبطة بالقضية الفلسطينية خرجت من المغرب. أيضا الشعب المغربي نتذكر تظاهرات كبرى تاريخية للمغاربة مع الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى، كانت هناك بيانات مغربية حول ما يجري. إذن نوع من التوازن يعطي للمغرب مصداقية قوية لكي تقبل هذه الأطراف المتصارعة بأن يقدم هذه المساعدات ويقوم بهذا الاختراق الإنساني الدبلوماسي للمرة الثانية، وهذه المرة بفهم جديد. الفهم الأول كان مرتبط بمساعدات غذائية، الفهم الثاني المغرب يفهم جيدا بأن هناك أزيد من 86 ألف جريح ومعطوب، هم في حاجة إلى مساعدات طبية. هذه دلالة لها دلالة كبرى، وقلت بأن هناك حاجية اليوم، كل المستشفيات توقفت، الإمدادات توقفت، المعابر مغلقة، ويدخل المغرب ويستطيع
أن يفتح هذا المعبر مرة أخرى ويقدم مساعدة مباشرة ولكل الأطراف الفلسطينية. يجب أن ننتبه إلى المسألة، معناه أنه يحافظ عن الدولة الفلسطينية، وهناك غزة وهناك الضفة وهناك القدس ويحافظ على القدس. هذا إنجاز كبير، ولاحظنا اليوم كل الصحف العالمية تتحدث عن الإنجاز المغربي الذي يشتغل بحكمة جلالة الملك وبنوع من السكوت يصل إلى الإنجاز، وهذه منهجية في العمل تجعل المغرب في مصاف الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية بمنهجية محددة وبخبرة دبلوماسية كبيرة. وبحنكة جلالة الملك المعهودة. دكتور منار، سأعود إليك، تفضل بالبقاء معنا. مشاهدينا، في ذات الإطار الذي نتحدث عنه، عن الإشادة بهذه المبادرة الملكية الكريمة، عرب سفير المغرب في فلسطين قوة التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني في لقاء أجراه مع التلفزيون الفلسطيني بمناسبة العملية الإنسانية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك نصره الله لفائدة ساكنة قطاع غزة. لنتابع. أعطى صاحب الجلالة رئيس لجنة القدس تعليماته بإدخال 40 طن من المساعدات الطبية الملحة، وتندرج هذه العملية في إطار اهتمام صاحب الجلالة وعنايته بالقضية الفلسطينية ووقوفه المستمر لدعم ومساعدة أهلنا في غزة. وسبق للمملكة المغربية أن دخلت في حوار مع الحكومة الفلسطينية حول طبيعة الاحتياجات المطلوبة، وتم الاتفاق على هذه اللائحة المستعجلة التي أمر صاحب الجلالة بتقديمها مساعدات طبية ملحة مرتبطة بطبيعة الوضع المأساوي داخل قطاع غزة، بطبيعة الخسائر الفادحة في القطاع الطبي والمستشفيات، بطبيعة النقص الحاد في المواد الطبية الملحة. وهذه العملية أتت في توقيت ملح جدا، وأتت عن طريق البر كالعملية الأولى التي تمت في رمضان الفائت. دعم موصول للقضية الفلسطينية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، زخم دبلوماسي وإنساني تترجمه المبادرات المتواصلة لنصرة العدالة القضية الفلسطينية ودعم لصمود الفلسطينيين، حيث أبان المغرب عن تدبير نوعي في مبادراته الهادفة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين أثناء المحن، استمرارا لتقاليد راسخة في الدبلوماسية المغربية تجاه القضية الفلسطينية. نوال قراري وحسن مساوي. في كل المحطات التاريخية وعلى مدى العقود والأزمنة، جعلت المملكة المغربية من الدفاع عن القضية الفلسطينية المشروعة مبدأ قارا في سياستها الخارجية، جهود حثيثة من أجل الدفاع عن عدالة القضية وعن المقدسات في كل المحافل الدولية، وعلى رأسها القدس الشريف التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عناية خاصة بصفته رئيسا للجنة القدس. لجنة القدس هي لجنة أساسية داخل منظمة التعاون الإسلامي التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، والتي تبدو مهمتها واضحة من خلال أولا تنفيذ القرارات التي تتخذها مؤتمرات وزراء الخارجية للمنظومة الإسلامية، ثم اقتراح الوسائل الممكنة لدعم القضية الفلسطينية ودعم التوصل إلى حل عادل لهذه القضية عن طريق إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين بعاصمتها بطبيعة الحال القدس، وأن تكون دولة قابلة للحياة تتمتع بكل عناصر السيادة في إطار تلك الحدود التي أسفرت عنها حرب 1967. ومنذ اندلاع الحرب في غزة مفاتئ المغرب يدعو وبإلحاح إلى ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان الصارخ، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله. وأمام احتدام الصراع على الأرض وانسداد الأفق السياسي والارتفاع المهول في عدد الضحايا والمصابين في غزة، أرست المملكة المغربية جسرا جويا من المساعدات الإنسانية العاجلة منذ اندلاع الحرب في غزة، وعبر الممر البري كرم أبو سالم الذي كان قبل هذا التاريخ مغلقا، وصلت المساعدات إلى الداخل الذي كان وما يزال يرزح تحت وضع إنساني كارثي.
اختراق نوعي في طبيعة تدبير وإيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يؤكد أولوية القضية الفلسطينية في الدبلوماسية الملكية، حيث يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر طريق بري غير مسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين، كما يأتي في إطار مواصلة المبادرات التضامنية غير القابلة للمزايدات والتي دأب عليها المغرب بتعليمات ملكية سامية في العديد من المحطات، استمراراً لتقاليد راسخة في علاقة المغرب مع القضية الفلسطينية. عبر جلالة الملك عن مواقف قوية لصالح القضية الفلسطينية في العديد من المنتديات الدولية وكذلك العربية والإسلامية، حيث أن جلالة الملك رئيس لجنة القدس كثيرا ما أصدر توجيهات وكذلك رسائل إلى القادة العرب وقادة دول العالم لوقف الاقتتال ووقف الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة، وأن دائما هذه التوجيهات كانت مصحوبة بإرسال مساعدات غذائية وطبية متواصلة إلى الشعب الفلسطيني، ولأول مرة كانت هذه المساعدات عن طريق البر، وهذا مجهود كذلك يحسب للدبلوماسية المغربية الملكية. مواقف راسخة ومبادرات إنسانية، دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية، والتزام موصول لصون كرامة الإنسان الفلسطيني في المحن ودعم صموده في غزة والقدس. تدبير نوعي تجاه قضية هي إحدى أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية. في سياق متصل، أعرب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ عن شكره وتقدير بلاده للعملية الإنسانية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لإطلاقها، والتي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وقال السيد ويربرغ اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية تشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس فقط على هذه المساعدة الأخيرة، ولكن على كل الجهود المبذولة منذ سنوات. وسلط المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالمناسبة سلط الضوء على العلاقات الصداقة التي تربط الشعبين المغربي والفلسطيني، وكذا المساعدات التي يقدمها الشعب المغربي للفلسطينيين، والتي تشكل المساعدة الأخيرة التي أعطى جلالة الملك تعليمته السامية لإطلاقها تجسيدا لاستمرارها. وأعرب المسؤول الأمريكي عن ترحيب بلاده بالدعم المغربي للجهود الدبلوماسية من أجل الوصول إلى اتفاق. في ذات السياق، أشاد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية بالمساعدات الطبية المغربية الموجهة إلى السكان الفلسطينيين بغزة، والتي أمر بها جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس. بدون شك نحن نشكر الشعب المغربي، صاحب جلالة الملك محمد السادس، الحكومة المغربية، ليس فقط لهذه المساعدة الأخيرة ولكن لكل الجهود منذ سنوات. أنا عايش في المغرب في التسعينات في القرن الماضي، وفي ذلك الوقت أنا أتذكر كيف الشعب المغربي كان لديهم صداقة مع الشعب الفلسطيني. إذن منذ سنوات رأينا من الولايات المتحدة كيف الشعب المغربي يقدم المساعدة للشعب الفلسطيني، وهذه المساعدة الأخيرة دليل على ذلك. إذا نحن نقدر ونشكر الشعب المغربي وصاحب جلالة الملك، وأيضا نحن نرهب الدعم المغربي لهذه الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق، لأن كلنا ندرك أن الحل الوحيد سيكون حل دبلوماسي عبر هذه المفاوضات. وفي هذا الصدد نتابع تصريحا لسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب. رحبت السيد. أود أولاً أن أحيي قيادة جلالة الملك والمملكة المغربية على هذه المبادرة الاستثنائية، كما أحيي جلالته على كرمه ومساهمته في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح في غزة. توقيت هذه المبادرة مناسب جداً. We've all seen, sadly, this aid is desperately needed. هذه المساعدة كانت منتظرة بشدة. العديد من المدنيين في غزة يعانون كثيرا، والمغاربة والأمريكيون يتعاطفون معهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا لتقديم المساعدة لغزة. في هذا الصدد يعد المغرب نموذجا لتفانيه الإنساني.
humanitarian assistance. ونعود إلى استوديو الأخبار ومع ضيفنا الدكتور منار سليمي. دكتور، يعني إشادة دولية كبيرة بمبادرات جلالة الملك نصره الله على أكثر من صعيد، كيف تبعتم هذه الإشادة وهذا الامتنان والتقدير والتأييد لجلالة الملك ولمبادراته ولمواقفه حفظه الله رئيس لجنة القدس؟ أولا، كنا نسمع الآن شهادة من الولايات المتحدة الأمريكية بتفاني جلالة الملك في خدمة الإنسانية. يمكن أن نقول اليوم بأن هناك منهجية ملكية في العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية، وهذه المنهجية فيها الكثير من التراكم، ولا يمكن لدولة أن تقدم هذا النوع من المساعدات إلا إذا كانت أولا هناك ثقة. العالم يحترم جلالة الملك والأطراف المتصارعة تحترم جلالة الملك، لهذا تقبل بهذا الاختراق. الجانب الثاني، جلالة الملك يفهم جيدا ما يجري في الميدان ويتدخل في اللحظة المناسبة. اليوم كما قلت، لما أغلقت الممرات وتوقفت الإمدادات وتعطلت المستشفيات وبات الجرحى في الميدان بدون دواء وبدون مساعدة طبية، يتدخل جلالة الملك. إذن هذه شهادة نسمعها، شهادة نسمعها من كل دول العالم، ونسمعها من الأطراف الفلسطينية وأيضا من إسرائيل، بمعنى الأطراف المتصارعة. أظن بأننا أمام حدث كبير كبير جدا، ويمكن أن نفتخر كمغاربة بمنهجية جلالة الملك في العمل الإنساني وتفانيه في خدمة الإنسانية. ونعرف بأن هناك مبادرات لجلالة الملك في مجموعة من مناطق العالم، ولكن تبقى القضية الفلسطينية أساسية. ثم لا يجب أن ننسى في هذه اللحظة الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة القدس، بمعنى أنها بيت مال القدس. المغاربة كل يوم يساهمون مع الفلسطينيين. المغاربة من خلال وكالة بيت مال القدس أنهم يحافظون على القدس. لا يعرف الكثيرون بأن هناك 40% من العقارات والممتلكات الموجودة اشتراها المغرب. لماذا؟ ليحافظ على القدس ويحافظ على هوية القدس. وهناك الكثير من الشباب اليوم الذين يشتغلون فلسطينيين، احتضنهم المغرب كأطفال وكان هناك تمويل لهم. إذن نحن أمام قدرات كبرى، دبلوماسية كبرى، وأمام اختراق إنساني كبير، وأمام منهجية جلالة الملك في العمل الإنساني. لا ننسى بأن هذه المسألة تنظر إليها، بمعنى أن تجمع كل هذه المكونات. هناك الأمم المتحدة، وهناك جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والدول المحيطة بأين يجري الصراع، ثم الأطراف المتصارعة كلها، بمعنى أنها تقدر جلالة الملك وتحترم جلالة الملك وتفتح هذا المعبر لكي تقدم المساعدات مباشرة إلى الفلسطينيين، وأقول إلى كل الأطراف. وفي هذه المسألة حفاظ جلالة الملك على الدولة الفلسطينية. نعم، اسمح لي أن أنتقل إلى القدس الشريف أستاذ سليمي، ومع الأستاذ عزيز العصا. يعني إطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية أستاذ إلى السكان الفلسطينيين بغزة يحيل على المواقف الثابتة للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية. ربع قرن من العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس الشريف والعمل الدبلوماسي الكبير إقليميا وعربيا وأيضا على المستوى الدولي لنصرة القضية الفلسطينية، مدى تمثل هذه المواقف الثابتة والداعمة لفلسطين من المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في سعيها ونضالها على حقوقها المشروعة؟ أختي الفاضلة، ما جرى في هذا الموضوع، أنا حقيقة يعني كمراقب فوجئنا بالنجاح المنقطع النظير الذي حققته المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في هذه الحالة من الاختراق، بأن تصل المواد الطبية بهذه الكمية 40 طن تصل إلى المكانها الصحيح وأن يستلمها الهلال الأحمر الفلسطيني. وأعتقد أن هذا يعني يشير بشكل واضح جدا إلى الدبلوماسية العالية المغربية التي نجحت في أن تحقق هذا الاختراق. وهذا حقيقة يشجعنا إلى التفكير في أن تستثمر المغرب هذا النجاح وهذه القدرات الدبلوماسية العالية
أن تستثمر في جوانب إنسانية أخرى لعلنا نستفيد من هذه الظاهرة المغربية الجديدة في القضايا الإنسانية الأخرى كالمرضى والمصابين وأصحاب الإعاقات الذين أصيبوا بإعاقات شديدة في هذه الحرب. وبالتالي أعتقد أن هذا ينبئ عن يعني في قادم الأيام أن جلالة الملك والمغرب يعني يتمكن من تحقيق إنجازات أخرى. أنا متيقن أن الإنجازات سيتم تحقيقها بشكل جميل ومشرف ومريح إلى حد ما في هذه الظروف العصيبة، لأن أحد المسؤولين الإسرائيليين صرح أعتقد هذا اليوم أو أمس يقول بأننا عندما نسيطر على رفح وعلى فيلادلفيا وإلى آخره إن نحن نمنع كأننا نمنع الأكسجين عن غزة. أنا أن يعني في هذه الظروف نحن بحاجة ماسة إلى هذا الموقف المغربي الرائع والشجاع والجريء الذي تمكن يعني تمكنت المغرب من تحقيقه. الآن يعني أنا أمل أن نصحو غدا على إنجازات مغربية جديدة وقادمة في ظل هذه الدبلوماسية اللبقة والذكية التي استطاعت أن تحقق هذا الاختراق. وأنا عندما انقطع الحديث معكم كنت أتحدث عن أننا نحن بين ظهرانينا في القدس توجد وكالة بيت مار القدس التي نعتز بعلاقتنا بها، وهذه الوكالة التي طبعا لها دور رائع جدا، دور وطني وقومي وديني في القدس، وتشهد لها جميع أزقة البلدة القديمة وحاراتها وتفاصيلها. نعم، وكالة بيت مار القدس الشريف في الميدان منذ أكثر من ربع قرن من الزمن، يعني تقوم بمبادرات إنسانية كبيرة لصالح الأشقاء الفلسطينيين. نعم، هناك أشكرك جزيلا عذرا على المقاطعة. أشكرك جزيلا السيد عزيز العصا المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا مباشرة من القدس الشريف. والشكر أيضا للدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني على كل هذه المعطيات. شكرا. مرحبا. مشاهدين، المساعدات الطبية التي أعطى جلالة الملك نصره الله رئيس لجنة القدس تعليمته السامية لإرسالها إلى السكان الفلسطينيين بغزة كان لها الأثر البالغ في نفوس الطلبة الفلسطينيين المقيمين بالمغرب. لنتابع. وجه أسمى عبارات الشكر والتقدير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على ما يقوم به من مبادرات إنسانية اتجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص باعتباره رئيسا للجنة القدس. وتعتبر هذه العمليات الإنسانية الصادقة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه اتجاه الشعب الفلسطيني على دوره الفعال والتزامه الفعال اتجاه القضية الفلسطينية، وأيضا باعتراف الحقوق الفلسطينية لدى الدولة المغربية وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كذلك. وهذا يدل على الحس الإنساني لجلالة الملك على ما يقوم به من مبادرات إنسانية اتجاه الشعب الفلسطيني. وتعتبر هذه العملية الإنسانية هي العملية الثانية التي قام بها جلالة الملك حفظه الله ورعاه بريا منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة. وأيضا هذا يدل على التزامه الفعلي اتجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. طبعا نوجه له أسمى عبارات التقدير والتحيات ونتمنى له إطالة في عمره. ودائما نحن نعرف دائما هذا ليس بجديدا على جلالة الملك والدولة المغربية اتجاه الشعب الفلسطيني، فهي دائما سباقة بالخير ومثل هذه الأعمال الإنسانية للشعب الفلسطيني. خير ما نبدأ به هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وتعتبر المبادرة الإنسانية السامية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس
أسمى تطبيق واقعي وفعلي لتضامن المسلمين مع بعضهم البعض في كوارثهم، في مصائبهم، في أحزانهم، في أتراحهم. وذلك نتوجه الطلبة الفلسطينيين الموجودين حاليا في المغرب والشعب الفلسطيني بأكمله بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لجلالة الملك محمد السادس على مبادرته البرية الثانية التي تستهدف المساعدات الإنسانية الطبية على وجه الخصوص لشعبنا الفلسطيني المنكوب في غزة. باسمي وباسم الطلبة الفلسطينيين المقيمين في المملكة المغربية نود تقديم الشكر والعرفان إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس على هذه المبادرة الإنسانية التي تعتبر الثانية من نوعها لقطاع غزة، وهذا يدل مع تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقية الفلسطينيين على إقامة دولتهم المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية. وبالرباط استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم وفدا من كبار الشخصية الفلسطينية يقوده وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور. وتناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية والدور البارز الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس في دعم صمود الشعب الفلسطيني. المسؤول الفلسطيني أعرب عن امتنانه للمساعدات التي أمر جلالة الملك بإرسالها إلى غزة. ونتابع بهذا الخصوص تصريح المسؤول الفلسطيني. نقلنا هموم فلسطين وهموم القدس، كمان وجهنا الشكر باسم سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى والشعب الفلسطيني على المساعدات التي أرسلتها المغرب، وكمان نقلنا شكرنا العظيم لجلالة الملك والشعب المغربي وحكومة المغرب على هذه الجهود العظيمة والدبلوماسية الكبيرة التي تقوم بها. بالنهاية احنا بالنهاية نتطلع لدور كبير في هذه الدبلوماسية، إضافة أنه كمان إحنا احتضنتنا وكالة بيت مال القدس، هذه الوكالة اللي لها دور كبير في مدينة القدس وفي فلسطين بشكل عام. نتطلع إلى أنه يكون كمان حذو باقي الدول العربية أن تحذو حذو المملكة المغربية في هذا الجانب. وفي لقاء لوفد فلسطيني رفيع المستوى يضم أعضاء حكومة وأكاديميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أكدت المملكة المغربية التزامها بقيادة ملكية سامية بمواصلة الدعم الإنساني التضامني للشعب الفلسطيني واستعدادها للمساهمة في إعادة بناء المنظومة الصحية الفلسطينية. كما جدد الوفد الفلسطيني امتنانه البالغ لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على المساعدات الطبية التي أمر بها جلالته لفائدة أهل غزة، والتي جاءت في وقتها المناسب في ظل الشلل التام الذي تعرفه مختلف المراكز الصحية. عبد المجيد حلاوي ومحمد تونينا. يوما واحدا فقط على وصول المساعدات الطبية التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لفائدة أشقائنا بغزة، كان هذا اللقاء الذي جمع وفدا فلسطينيا رفيع المستوى حكوميا وأكاديميا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية. الوزير أكد للوفد الفلسطيني الشقيق بأن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس ملتزمة بمواصلة دعمها الإنساني والتضامني مع الشعب الفلسطيني. والمملكة المغربية إضافة إلى ذلك تترافع في كبريات المحافل الصحية الدولية كمنظمة الصحة العالمية بجنيف للمطالبة بتسريع عملية إعادة بناء المنظومة الصحية في قطاع غزة وما تم تدميره من مرافق ومستشفيات. قدمنا الشكر باسم سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني لجلالة الملك والحكومة المغربية والشعب المغربي على هذه المساعدات التي تزامنت مع زيارتنا، زيارة الوفد الفلسطيني إلى هذه المملكة المغربية التي عودتنا دائما على أن تكون إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المحافل. اليوم الخدمات الإنسانية التي أرسلت إلى غزة هي خدمات صحية، فبالتالي أكيد
تعليمات جلالة الملك ووزارة الصحة في هذا الجانب كان لها دور كبير في أنك تحدد ما هي أنواع الاحتياجات اللي بحاجة إليها شعبنا في قطاع غزة. اليوم زيارتنا لوزارة الصحة وحديثنا مع معالي وزير الصحة بموضوع التعاون المشترك في على مستوى شبكة مستشفيات القدس، شبكة مستشفيات القدس التي تتعرض إلى هجمة كبيرة بحاجة إلى دعم ومساعدة، بحاجة إلى تدريب كوادر. تطرقنا إلى موضوع علاج المرضى الموجودين حاليا في قطاع غزة وإمكانية إخراجهم ليتم علاجهم في المملكة المغربية ومستشفيات هذه الدولة اللي عودتنا دائما إنها تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني. لا ننسى المستشفيات الميدانية اللي كانت موجودة ولا زالت تقدم هذه الخدمات. المساعدات الطبية المغربية تأتي في وقت حكى فيه أطباء من الوفد الفلسطيني كيف أن غزة بكاملها قد يتم البحث فيها عن حبة دواء أو ضماد جراح فلا توجد، وهناك أطباء بغزة يبكون بأبواب المستشفيات لأنهم لا يملكون ما به للأرواح ينقذون. هذه ماشي أول مرة باش كتكون هذه المساعدات اللي كيقوم بها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحنا تحت توجيهات ديالو والتوصيات ديالو، هو كرئيس لجنة القدس فعنده اهتمام جد كبير متواصل بالأمور والشؤون الداخلية ديال القدس ولا سيما في المنظومة بالنسبة للأمور اللي كتتعلق بالصحة. فاليوم هذه الزيارة هذه زيارة جد مهمة اللي جات من بعد مساعدات اللي قدمها صاحب جلالة واللي كتصب في إطار قد تقديم المساعدة الناس اللي هما في حالة مستعجلة اليوم، وحنا سمعنا لأشقائنا في فلسطين أن هناك حالة منكوبة اللي لازم تدخل سريع، وكذلك غادي نعملوا إن شاء الله على المدى المتوسط والمدى كذلك الطويل، ولا سيما أننا كنا في الاجتماع 77 للمنظمة العامية الصحة وناشدنا بأن خاص إعادة بناء المنظومة الصحية الفلسطينية، والمغرب اليوم مستعد تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة باش نعاودوا البناء ونقدموا المساعدات الأولى حتى ان شاء الله القدس توقف على رجلها وان شاء الله المرضى يسترجعوا يعني المنظومه ديالهم اللي تقدم لهم خدمات صحيه ان شاء الله. بغزه المنظومه الصحيه في شلل شبه تام، 33 مستشفى توقفت خدماته، 20 مستشفى دمر بالكامل، فقط 5 مستشفيات تعمل بكيفيه جزئيه في غياب وسائل العمل. من هنا اهميه الدعم الصحي المغربي. اللقاء كان جيد ويرسخ الوضع التاريخي للشعب المغربي ولجلالة الملك الموقف المستمر في دعم القضية الفلسطينية. الترحيب كان بجميع الأفكار لمساندة القطاع الصحي وإعادة تأهيله وإنقاذ أبناء شعبنا المرضى والجرحى في غزة. وضعت عدة مواضيع على الطاولة، هناك استعداد كبير من قبل الوزارة ومن قبل الحكومة المغربية ومن قبل أيضا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. كان لقاء جيدا مثمرا مهنيا بحيث ناقشنا كيفية عمل توأم ما بين وزارة الصحة ومؤسساتها مع تمكين المؤسسات والمستشفيات الصحية في مدينة القدس، وكيف ممكن أن يكون لذلك إسهامات كمان في المجال الصحي في مدينة غزة. شكرنا الوزير معالي الوزير، ليصل هذا الشكر كمان إلى جلالة الملك الذي ساهم بإيصال هذه المساعدات إلى غزة في الوقت الحساس الذي يعاني منه أهل غزة من ناحية صحية. وكما ذكر في الاجتماع أن كثير من الأوضاع الصحية وصلت إلى مرحلة لا تطاق بحيث لا تتوفر أي نوع من أنواع الأدوية ولا حتى البنية التحتية في المستشفيات. في القرن 21 أطفال غزة يموتون بسبب المجاعة، مرضى سرطان توقفوا عن العلاج منذ 9 أشهر، غزة تعيش على وقع الأمراض الوبائية المعدية من الإسهال إلى الالتهابات الرئوية والجلدية، والمساعدة الطبية المغربية جاءت في وقتها المناسب بفضل العناية الملكية السامية. جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس مهتم بالمنظومة الاجتماعية من خلال
توجيه الوكالة لمشاريع ملموسة يعود أثرها المباشر على حياة الفلسطينيين في القدس. قبل شهرين جلالة الملك حفظه الله وجه بتجهيز مستشفى القدس الهلال بوحدة لليقظة الطبية للطوارئ والمستعجلات. وفود طبية تأتي إلى المغرب لتستفيد من هذه التجربة. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في قلب هذا الاهتمام بفضل التوجيهات الملكية السامية. ثم أيضا لا ننسى القطاع العسكري الطبي العسكري ودوره أيضا المهم جدا، ولا زال أهل غزة يذكرون المستشفيات الميدانية التي يوجه جلالة الملك بإقامتها في كل المناسبات الصعبة التي اجتازتها وتجتازها للأسف الشديد غزة. وزير الصحة والحماية الاجتماعية جدد التأكيد للوفد الفلسطيني على أن الوزارة والمملكة المغربية بقيادة ملكية حكيمة لن تذخر أي جهد ممكن قصد دعم الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها، وأن قنوات التواصل ستظل مفتوحة للاستجابة لكل متطلبات إعادة بناء المنظومة الصحية الفلسطينية. وبوكالة بيت مال القدس الشريف لقاء جمع وفدا فلسطينيا رفيع المستوى مع ممثلي نقابات وجمعيات وأحزاب. اللقاء نوه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع المغرب وفلسطين والشعبين الشقيقين، وبجهود المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق. حسنا بن جابي ومحمد أمين عموري. لقاء يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية والشعب الفلسطيني، والتي تجسدها لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف بكل إنجازاتها المادية والمعنوية. لقاء يضم وفدا فلسطينيا رفيع المستوى وممثلي النقابات والجمعيات والأحزاب المغربية، يندرج في إطار التشاور المستمر الذي دأبت عليه الوكالة مع شركائها الفلسطينيين. فلسطين تبقى قضية مغربية بامتياز منذ أن عرفنا فلسطين، عرفناها بلغة التضامن المغربي الشامل والكامل. العطاء المغربي والتناغم المغربي المقدسي المغربي الفلسطيني هو كبير جداً. الوفد الفلسطيني وخلال هذا اللقاء ثمن جهود المملكة المغربية المتواصلة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، وكل الجهود التي تبذلها الوكالة في مجالات عديدة. إن كنا سنذكر شيئا فنذكر بكل فخر وصول المساعدات الطبية يوم أمس، ونشكر حكومة المغرب شعبا وقيادة وعلى رأسهم جلالة الملك نصره الله لما تم ولما سيتم إن شاء الله. على هامش اللقاء قدمت الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين مساهمة لفائدة وكالة بيت مال القدس الشريف دعما للشعب الفلسطيني بقيمة 100,000 دولار أمريكي. نغلق ملف التضامن المغربي مع فلسطين ونواصل نشرتنا من الرباط، حيث يقوم رئيس مجموعة الصدقة البرلمانية الشيلي المغرب خيمي نارانخو أورتيز على رأس وفد برلماني هام بزيارة رسمية لبلادنا، حيث أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين. المتابعة كانت لعماد أمسمير وسعيد إيشاصي. خلال هذا اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب تم استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وأهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف. الهدف من حضورنا اليوم هو تقوية علاقتنا الثنائية خاصة بعد دعوة رئيس مجلس النواب. نريد أن يطلع المغرب والشيلي كل من موقعه الجيوسياسي بدور أساسي في تطوير التعاون بين البلدين. Para expresar y estrechar nuestros lazos
مباحثات مماثلة جمعت الوفد الشيلي مع النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين أهمت سبل تطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وآفاق التعاون الواسع بين البلدين. وخلال مباحثات أجراها رئيس الوفد البرلماني الشيلي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد خايمي نارانخو أورتيز أن ريادة المغرب بفضل التطور الذي يشهده تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحضور المملكة الفاعل في العديد من الهيئات الإقليمية والدولية تؤهله للعب دور محوري في تعزيز التعاون جنوب جنوب. لقد عاينا عن كثب التطور الهائل الذي يشهده المغرب في مختلف المجالات بفضل قيادة جلالة الملك، وهذا يؤهل المملكة للاطلاع بدور محوري في إفريقيا وفي تعزيز علاقات قارة مع أمريكا اللاتينية ككل. وهمت المباحثات بين الجانبين أيضا سبل استفادة البلدين من إمكانات بعضهما البعض ومن مكانتهما الجيوسياسية وموقعهما الجغرافي. وبخصوص القضية الوطنية، جدد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب موقفه الداعم لجهود المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أجرى اليوم أيضا مباحثات مع النائب الأول لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية ملاوي هذا اليوم. جدد خلالها المسؤول الملاوي التأكيد على موقف بلاده الثابت لفائدة الوحدة الترابية للمملكة. نتابع تصريح المسؤول الملاوي. زيارتنا إلى المغرب تأتي لتعزيز العلاقات الممتازة التي تربط بين جمهورية ملاوي والمملكة المغربية. ملاوي بلد يرتكز اقتصاده على الفلاحة، ونرغب في الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال، لا سيما قطاع إنتاج الأسمدة. ملاوي تجدد التأكيد على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية. زيارتنا إلى المغرب مكنتنا من الوقوف على الطفرة التنموية الكبيرة التي يشهدها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. بالدار البيضاء تم اليوم التوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية بحضور العديد من الرؤساء ممثلي الأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاصات القضائية من إفريقيا، أوروبا، آسيا وأمريكا اللاتينية. يأتي هذا الاجتماع تنزيلا لمقتضيات إعلان الرباط الذي وقعه المشاركون في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة ذات الاختصاصات القضائية والذي احتضنه المجلس الأعلى للحسابات في فبراير الماضي. نوال قراري، عبد الفتاح الزوين، وجهاد ليبري. مسار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية أصبح معبدا. اليوم تم التوقيع على النظام الأساسي للمنظمة، إنجاز هام وبأهداف محددة. هي قفزة نوعية لأنها ستعطينا الفرصة لتطوير العمل الرقابي ومساهمته في إرساء نظام للمسؤولية والمحاسبة ملائم لتطور محيط التدبير العمومي. هي قفزة نوعية لتدعيم دولة الحق والقانون. وقعنا بحضور أزيد من 20 رئيس وممثل لـ20 بلد مع المشاركة عن بعد التي أتيحت. ستضم هذه المنظمة حوالي 57 دولة تشارك في التأسيس لسلطة مشتركة لتقييم حسابات كل دولة على حدة، وأيضا لتقييم عمل القائمين على التدبير العمومي. سنتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وأيضا وجهات النظر حول الحكامة العامة والمحاسبة والشفافية.
على أرض المملكة المغربية أصبحت هذه المبادرة واقعا ملموسة. إعلان الرباط في فبراير الماضي أكد على ضرورة إنشاء منظمة دولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، وتنزيلها اليوم خطوة هامة في تعزيز الوظائف القضائية لأجهزة الرقابة المالية، وأيضا تعزيز الشفافية والمحاسبة وضمان ترشيد المال العام. من المهم والحاسم بالنسبة لي أن يعقد هذا الاجتماع في المغرب، لأن المجلس الأعلى للحسابات ورئيسته كان من بين المبادرين لإنجاز هذا المشروع، وقد دعمته واليوم يؤتي ثماره. من المهم أن نكون قادرين على الإنجاز لمواجهة التحديات. الديمقراطية مهددة اليوم في العالم، وأحيانا تتعرض للهجوم، وغالبا ما يتم انتهاكها أيضا. وفي هذا الوضع الخطير والصعب يعد استقلال مؤسسات الرقابة وسيادة القانون أمرا أساسيا. وما الذي يمكن أن يضمن احترام سيادة القانون أفضل من امتلاك اختصاص قضائي، وأن يكون القضاة هم المسؤولون عن تقييم السياسة العامة ومراقبتها وتقييم عمل المسؤولين العموميين ارتباطا بمسؤولياتهم المالية. البلدان الموقعة توحدت حول فكرة دعم وتقوية طرق التقاضي ووضع منهجية موحدة لإجراءات الرقابة. ضمن هذه المؤسسات نبحث دوما عن تحسين مسلسل الرقابة، وفي هذه الحالة التقاضي يجب أن يمارس ضمن هيئة تتمتع بسلطات قضائية. وتمارس الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الاختصاصات القضائية وظائف عقابية، فضلا عن الرقابة المالية ورقابة المطابقة والأداء. في الشأن الاقتصادي، قرر مجلس بنك المغرب المنعقد اليوم بالرباط تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وقد جاء ذلك عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك برسم السنة الحالية. ياسر العمراني ومحمد الناصري. أبرز بنك المغرب أنه بعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال 4 اجتماعات متتالية، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2.75%. واعتبر مجلس بنك المغرب أن معايرة تجديد السياسة النقدية والتتبع المنتظم لانتقال قراراته وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة. ونظرا لهذه المعطيات كلها، التقى المجلس على أن يخفض السعر المديري ديال البنك المغرب ب 25 نقطة باش يتراجع من 3% ل 2.75%. ويتوقع بنك المغرب أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 2.8% سنة 2024 قبل أن يتصارع إلى 4.5% في 2025 بفعل الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها، وتواصل دينامية الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتزايد استهلاك الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات في الأجور. ولاحظ في هذا التحليل تباطؤ ملموس للتضخم بالنسبة لسنة 2023 حسب التخمينات الأخيرة ديال البنك المغرب، التضخم سيبلغ 1.5% فقط، وبالنسبة ل 2025 غادي يكون في النسبة ديال 2.7%. وتأخذ هذه التوقعات بالاعتبار تراجع التضخم إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة وكذا استئناف عملية رفع الدعم. وسيواصل بنك المغرب تتبع تطور الظرف الاقتصادية والتضخم عن كثب سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
أعلنت الحكومة الحفاظ على برمجة امتحانات كليات الطب والصيدلة، وستفتتح الدورة الربيعية يوم غد. وتسعى الحكومة إلى تجاوز الوضعية الحالية التي تشهدها كليات الطب والصيدلة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير ترمي إلى تجويد التكوين الطبي. تفاصيل الإجراءات الحكومية في ورقة زكية بلقاس. تجويد نظام التكوين في مجال الصحة في صلب الانشغالات الحكومية. فبعد الإنصات لاقتراحات الطلبة ومطالبهم، بادرت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير تهم جدولة الامتحانات واستدراك فترات التدريب الاستشفائية. تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل ما تم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024. استدراك فترات التدريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل. تعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصلة عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول. وانطلاقا من تفهمها لمشروعية الانشغال بجودة التكوين وحرصها على التوصل لحلول جادة ومسؤولة تخدم مصالح الجميع، أقرت الحكومة إصلاحا جوهريا يعتمد هيكلة بيداغوجية للتكوين الطبي ابتداء من السنة الجامعية المقبلة. اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديدة لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم. ويعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تهم الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد. أما الطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة فسيظلون خاضعين للهيكل البيداغوجي الحالية للتكوين الطبي. مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجان الجهوية قبل مناقشة الأطروحة، تجري هذه التداريب في 3 أشهر على الأقل وسنة على الأكثر. نظام التكوين الطبي سيعرف إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة، واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة، وكذا اعتماد مضامين رقمية لفائدة جميع كليات الطب والصيدلة. في موضوع آخر، أشادت جمعية أنفو دسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي اليوم بمراكش بالموقف الإنساني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس من خلال إرسال المساعدات الإنسانية عبر الطريق البرية إلى سكان غزة ومدينة القدس الشريف. كما حثت الجمعية من خلال البيان الختامي لأشغال الاجتماع 11 لمجلسها الإداري، حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة غزة وحماية الفلسطينيين. المزيد مع أمين علام ومعتصم بالله البواسوي. مستجدات عمل مؤسسة الأنفو دسمان عبر العالم وعلى مستوى فضاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في ظل الأزمة الحقوقية التي يشهدها العالم والأوضاع الصعبة التي تعيشها غزة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني. محاور استأثرت بالاهتمام خلال الدورة 11 للمجلس الإداري لجمعية أنفو دسمان لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، أوضاع تسائل الضمير البشري حول المعايير الدولية لحقوق والقيم الإنسانية. هذا الاحتضان اللي كيجي في واحد السياق يمكن وصفه بشديد التعقيد من الناحية الحقوقية، خاصة أمام ما يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة من انتهاكات ممنهجة لمنظومة حقوق الإنسان. وطبعا اختيار المملكة المغربية لعقد هذا الاجتماع له دلالات. الدلالة الأولى أولا هي المكانة المتميزة للمملكة في المجال الحقوقي على الصعيد المنطقة وعلى الصعيد العالمي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله. والدلالة الثانية هي المكانة التي احتلتها مؤسسة وسيط المملكة بين نظرائها عبر العالم.
في ظل هذه التحديات دعا المتدخلون إلى ضرورة الاشتغال على المستوى الأممي لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان المشاركون في الاجتماع. وفي ظل هذه الأوضاع أعلنوا عن إدانة المجلس الإداري لجمعية أمبوديسمان للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بشدة للأعمال الوحشية المرتكبة في حق سكان غزة وتضامنهم ودعمهم لصمود فلسطيني القطاع في وجه العدوان الإسرائيلي. طبعا نهدف في هذا الاجتماع إلى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وكيفية تعزيزها في بلداننا بالتعاون طبعا، وبالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء الأشقاء وبالتحديد مملكة المغرب، بما أن لها باع طويل في مجال حقوق الإنسان وبالتحديد مع مؤسسة الوسيط. اللقاء عرف أيضا إشادة واسعة من لدن أعضاء المجلس الإداري للجمعية بالموقف الإنساني والثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجاه القضية الفلسطينية العادلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما نوهوا بمبادرة جلالته بصفته رئيسا للجنة القدس المتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية عبر الطريق البري إلى سكان غزة ومدينة القدس الشريف. وعلى هامش الاجتماع 11 للمجلس الإداري لجمعية أمبوديسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي تم التوقيع على اتفاقيتي تعاون مؤسستي، همت الأولى مذكرة تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة ومؤسسة الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين، وهمت الاتفاقية الثانية تبادل المتدربين بين مؤسسة وسيط المملكة والأمبوديسمان الفيدرالي الباكستاني. وبهذا الخبر مشاهدينا ننهي النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الهلال الأحمر المغربي الفلسطيني يتوصل بالمساعدات الإنسانية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس بإرسالها لفائدة ساكنة قطاع غزة. عمليات إنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تؤكد الالتزام الفعلي لجلالة الملك وعناية جلالته الموصولة بالقضية الفلسطينية. الفلسطينيون يثمنون المبادرات النبيلة لجلالة الملك ودورها في التخفيف من معاناة ساكنة غزة في ظل الوضع المأساوي بالقطاع. فعاليات فلسطينية تعرب عن امتنانها لجلالة الملك على إطلاق العملية الإنسانية للمساعدات الطبية. الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب يقرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%، خطوة تندرج في إطار تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم على المستويين الوطني والدولي. الحكومة تعلن الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة وتتخذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، تدابير تندرج في إطار تجاوز الوضعية الحالية التي تشهدها كليات الطب والصيدلة. شكرا على المتابعة مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.